السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح لكل اخواتنا حبايبنا، احنا صباح عليكم الدنيا. النهاردة احنا نطلع معاد العصافير اللي الكوكتيل معاد يطلع النهاردة، تمام؟ اول يوم بتاع النهاردة، فبإذن الله احنا نطلع دلوقتي مع بعض. احنا عاملين ايه؟ مزرعين البيت بتاع العصافير تحت الحمام، مزرعين بيت العصافير تحت الحمام، ودي غريبة واول مرة حد يعملها، وهنوريها لكم على الطبيعة، تمام؟ يلا بينا، يلا بينا. هاخد هنا طبعا العصافير اللي هي الكوكتيل، تمام؟ اللي هم مرضوش يقولوا على البيت بتاعهم ان احنا شايلين البيت بتاعهم. احنا بسم الله نصور كده الحمامة ايه؟ ارفع الكاميرا فوق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اهو اهو اهو. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. وده فرخ الاهل العصفور ما شاء الله. هنعمل احنا بقى، هناخده ناكله اهو. هناخده ناكله ونيجي نسيبه فين؟ تحت الحمامة تاني، تمام؟ بس هننزل انا ناكله تحت عشان خاطر واضح كده. ها دي عصفور مش حمام، دي عصفور الكوكتيل اهو. جعان هو، تعالى هنأكله سوا مع بعض، تمام؟ بس هنحضر الأكل دي الأكل اللي هو بتاع العصافير اهوت. هنا ميكس بتاع دمياط حبيب قلبي أشرف خضير. ده هتقوم جايب علبة صغيرة، تمام؟ وسرنجة، بس السرنجة اللي هي احنا هنحاول نأكله بالراحة واحدة واحدة بالبوز دوت، بس مش هندخل البوز في بقه. وهتجيب علبة وتاخد فيها نص معلقة مية أو ربع معلقة مية على نص معلقة أكل من ده، تمام؟ وهنرجع لكم تاني أول. واحنا جينا بنسخن له مية، لازم المية تكون سخنة، لازم المية تكون سخنة. عجلنا هذه دي كده المية بنسخنها أهو، تمام؟ وهنخلص برضو ونرجع له، تمام؟ وعلى شوية صغيرين هم، تمام كده. وهنقلبه سوا مع بعض. اهم حاجة لو واضح كده، وناكله واحدة واحدة بالراحة. لازم يكون القوام بتاع العجينة مش طري قوي ولا ولا ماسك قوي، ماشي؟ وناكله مع بعض. هناخد عن المعلقة كده بالراحة. اهم حاجة يكون عندك قطن كده ولا حاجة. هو اول يوم هيبقى صعب في تأكيل، اول يوم هيبقى صعب في التأكيل بتاعه. ما تحطش ايدك عند ودنه عشان ما يخشش في ودنه حاجة. هو هيبقى متعب في اول حاجة، بس ما يهمش. عايز بس يفتح بقه. انت بس بالراحة حاول، انت عاوز حد يفتح لك بقه بس، بس هو هياكل اهو، يبدأ ياكل اهو. انا حطيت له الاكل على بقه وهحاول اخليه بس يدخل سنة صغيرة في بقه. حاجة صغيرة قوي مش زي الحمام، الحمام بنقدر نأكله في ثانية. نور يا محمد.
هو كان حتة صغيرة هو بس غالبا ما يتعود بقى، غالبا ما اجيب له برضه السرنجة اللي هي بوزة رفيع يكون بقى حلو. تمام كده، في السرنجة اللي هي بوزة رفيع خالص هروح اجيبها لهم دلوقتي. تمام، في المحل اللي بتاع العصافير اللي احنا صورنا فيه امبارح ورفعنا الصورة بتاعته هروح اجيبها واجي، وبعد كده نبقى نفرجكم برضه على الفيديو، ولو حد محتاج اي حاجة اكتب لنا تحت واحنا نرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.